اهلا بيكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد. تعالوا نتكلم على موضوع حساس شوية. ليه بعض الستات بتكون بغيضة بالنسبة للستات التانيين؟ ليه بعض الستات بتشعر بالكراهية والعداوة من الستات التانيين؟ ليه بعض السيدات بيغيروا من ستات تانيين؟ وده بينعكس على حاجات كتير قوي وفي أماكن كتير قوي. يعني مثلا الحماة اللي زعلانة من مرات ابنها وبتغير منها ومتضايقة منها وبتناصبها العداء، أو زوجة الابن اللي بتناصب حماتها العداء، أو الإخوات البنات وهما بيغيروا من بعض، أو حتى الصديقات اللي بيتقابلوا كل أسبوع وبرضه ممكن يكون في غيرة من بعض. ده على المستوى الشخصي. على المستوى المهني والعملي هتبص تلاقي ان اماكن العمل يعني مليانة ومليئة بامثلة ونماذج من هذه العداوة والكراهية والغيرة النسائية، وده طبعا بينعكس على جو العمل وعلى جودة العمل كمان. النهاردة هكلمكم عن 10 اسباب رئيسية ممكن تكون وراء الغيرة والكراهية بين النساء. وفيديو النهاردة رد على مجموعة من الرسائل اللي جاتني من سيدات في مختلف الأعمار، في مختلف المراحل الحياتية، ما بين سيدات قاعدين في البيت وسيدات بيشتغلوا، ما بين خلافات اجتماعية أو عائلية، وما بين خلافات مهنية كمان. لقيت ان كمان المدراء الرجال بيعانوا وواقعين في مشاكل بسبب هذا الحقد النسائي وهذه الغيرة النسائية، ومش عارفين يديروا جو العمل، خاصة في المصالح أو الأعمال أو الشركات اللي فيها تركز من السيدات العاملات. السبب الأولاني هو النواقص الداخلية. كل إنسان فينا فيه عقد نقص، مش هقول ان احنا معقدين، ولكن في بعض جوانب الضعف اللي بنشعر بيها. واحيانا وجود شخص من نفس النوع وفي نفس المكان وفي نفس الظروف بيطلع هذه النواقص الداخلية، ونبتدي نشعر بالغيرة والحقد وزعزعة الثقة بالنفس. وده طبعا بينعكس على الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الشخص اللي سبب هذه الفورة من النواقص الداخلية ما بين السيدات. ده طبعا شيء متوقع جدا جدا، لان انا لما هغير من ست زي، مش هغير من راجل. ليه؟ لان احنا في النوع زي بعض، لان احنا في الحياة تقريبا مرينا بنفس الظروف، لان احنا كمان متوقع مننا نفس الامور. فلما يبقى في سيدة انجح مني او احسن مني او يعني فيها ميزة انا مش شايفاها في نفسي او مش لمساها في نفسي، طبعا لازم هشعر بالغيرة والحقد تجاه هذه السيدة. السبب التاني هو ببساطة نيل منفعة او درء مضر. يعني ايه؟ في جميع البيئات سواء الاجتماعية الأسرية المهنية بيبقى فيه نوع من المنافع المتبادلة. فأنا لو في هذا المكان ببحث عن منفعة معينة سواء مادية أو معنوية أو برستيج أو وضع أو فلوس أو ترقية، طبعا لازم أحارب علشان أصل للمنفعة اللي أنا عايز أوصل لها، او درء مضرة، او ابعد حاجة انا بعتبرها ضرر. ببساطة شغل زيادة، او انا كده مكتفي بالشغل اللي عندي، ليه اشتغل حاجة زيادة؟ او ان انا ليا وضع معين هذا الكائن الدخيل، هذه السيدة الدخيلة هتبتدي تزعزع مكانتي او تزعزع البرستيج بتاعي او الكلام ده كله. فلو في منفعة معينة، في فايدة معينة انا بحاول اجنيها وحسيت بالتهديد من هذا الكائن الانثوي، طبعا لازم احارب. او
اذا حسيت ان في مضرة هتقع عليا، سواء ان زيادة شغل او حرمان من مكافأة مادية او الكلام ده كله، برضو لازم اشعر بالغيرة والحقد واناصب هذه السيدة العداء. السبب الثالث هو سبب عام شوية، هو افتقار مهارات التواصل. ودي يمكن هتلاقيها منعكسة على تعاملنا مع الستات والرجالة. فأحيانا بيبقى الإنسان مننا سواء سيدة أو رجل مرتاحين في كونتكست معين، في سياق معين، عارفين يتواصلوا بشكل معين. لما بيوجد كائن جديد بنبتدي مهارات التواصل اللي عندي خلاص مبنية ومحددة في الوضع القائم، ما عنديش بقى المهارات الزيادة أو المهارات المطلوبة علشان أتواصل مع الكائن الدخيل. السبب الرابع، وده يمكن سبب أنا شفته كتير قوي، وهو رفض الاختلافات. طبعا يعني رغم اننا كبشر سواء رجالة او ستات متشابهين، ولكن في بيننا اختلافات. طبعا ما بين السيدات احنا في بيننا تشابه كبير جدا، يكفي التشابه التشريحي، التشابه الوظيفي، في امور كتيرة قوي احنا متشابهين فيها. ولكن كانديفيديوال وانديفيديوال، كفرد قصاد فرد، في اختلافات كبيرة بيننا. والاختلافات دي منشأها اختلافات في الشخصية. أنا شخصيتي مختلفة عن شخصية مرات ابني، أنا شخصيتي مختلفة عن شخصية أخت زوجي، أنا شخصيتي مختلفة عن زميلتي، أنا شخصيتي مختلفة عن مديرتي. وكمان في اختلافات نبع من التربية، في اختلافات نبع من المستوى الثقافي. ممكن نكون بنشتغل في نفس الوظيفة ولكن مستوانا المادي مختلف، مستوانا الاجتماعي مختلف، مستوانا الثقافي مختلف. فهذه الاختلافات احنا بنرفضها. ليه؟ لان احنا يعني البشرية كلها قائمة على ان الناس المتشابهة بتتجمع مع بعض. فلما يبقى في هذه الاختلافات، سواء انا قلت رأي مختلف عن رأيي السيدة الأخرى، أو جيت من بيئة مختلفة عن بيئة السيدة الأخرى، أو عملت شيء في حياتي أضفى إلي ميزة مختلفة عن السيدة الأخرى أو السيدات الأخريات، طبعا هيرفضوني. وده بقى يدخلنا في النقطة الخامسة، وهي الرسائل التي نتلقاها من المجتمعات اللي احنا كبرنا فيها. على سبيل المثال، سيدة كبرت في مجتمع بيركز على الحشمة وله مواصفات خاصة في الحشمة، لما تيجي سيدة أخرى كبرت في مجتمع آخر ما عندهمش نفس المعايير الحشمة دي، أنا اعتمادا على الرسائل اللي أنا تلقيتها من المجتمع اللي أنا عشت فيه، هنظر بنظرة متوجسة، فيها ريبة، فيها كمان أحيانا استحقار لهذه السيدة لمجرد أنها لابسة بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي أنا لابسة بيها، أو بتتكلم بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي أنا بتكلم بيها، أو الرسائل اللي أنا خدتها من المجتمع بتقولي أن أنا ما أقدرش أصاحب مرات أخويا. كل الرسائل اللي انا قاعده عماله بتلقاها من المجتمع بتقول لي ان لازم يكون في بيني وبين هذه السيده او هؤلاء السيدات نوع من التنافس، فبالتالي انا بتصرف بناء على هذه الرسائل. السبب السادس هو الرغبه في السيطره وفي السلطه. كل سيده في مكانها ليها نوع من الكنترول، وبيبقى فيه هيراركي، يعني بيبقى فيه زي ما تقولوا كده درجات وسلم وهرم. كل واحدة فينا ليها موقع في هذا الهرم، وكل واحد سواء راجل أو ست بيسعى إنه يعلى في هذا الهرم، إن يكون لي مرتبة أعلى، إني أصل للقمة. فرغبتي في السيطرة
والسلطة وان انا اعلى علشان اصل الى القمة، لازم تخليني ان انا احاول ان انا انزل الاخرين تحت مني. التنافس بين الرجال والنساء له ديناميكيات مختلفة يمكن نتكلم عنها في المستقبل، ولكن التنافس بين الستات والستات انا لازم احس بالتهديد لان هي ست زيي، لانها في موقع مختلف عن موقعي، او لو هي في نفس موقعي انا عايز اكون اعلى. وده يمكن يخليني احكي لكم، انا كنت مهندسة في شركة استشارات، انا كنت السيدة الاستشارية الوحيدة في الشركة، باقي الستات كلهم كادر سكرتارية واعمال مكتبية، فانا في الهيراركي اعلى منهم، وظيفتي اعلى منهم، ومرتبي اعلى منهم، ومسؤولياتي اعلى منهم، ولكن ما وجدتش اي سكرتيرة من السكرتيرات متقبلة ان انا اعلى منها، وعادي جدا بالنسبة لها ان مهندس تاني في نفس وضعي وفي نفس درجتي الوظيفية وبنفس مستوايا يقولها لو سمحتي صوري لي الورق دوة، وانا لما اجي اقولها صوري لي الورق دوة تروح تدخل تعمل شكوى للمدير، ازاي انا بطلب منها ان هي تصور لي الورق، ممكن كنت انادي للأوفيس بوي. فليه بقى؟ لان هي ليها مكانة في الهرم وعايزة تحافظ على سيطرتها وسلطتها وسطوتها، وانا لان انا زيها ست زيها في النوع ولكن مختلفة عنها في امور اخرى، هي رافضة ان انا اكون اعلى منها. ودي بقى بتحصل حتى في العائلات، ان سيدة تشعر ان ليها سلطة ومكانة معينة مقارنة بالسيدات الاخريات، فتحاول انها تحافظ على سلطتها وسطوتها دي. السبب السابع هو شبيه بالرسائل اللي بنتلقاها من المجتمع، هي مرتبطة بالقصص اللي بنتداولها. القصص اللي بتقولها السيدات لبعض وبتحمل في طياتها بعض الرسائل، القصص اللي مليانة عداوة ومشاحنات، للأسف ما عندناش نماذج كتيرة، أو لا ممكن يكون عندنا نماذج كويسة مشرفة، ولكن الصوت الضوء دايما بيسلط على النماذج الغير مشرفة. العداء ما بين سيدات في نفس الأسرة، او العداء بين السيدات في بيئة العمل، او العداء بين الجارات، او الكلام ده كله، فيبتدي هذه القصص المتداولة. وخدوا بالكم ان دايما لما تبقى القصة ايجابية ما بتكونش قصة بياعة، بمعنى ايه؟ ان ما بيكونش فيها عامل الاثارة. انا لما اقول لكم والله ايه ده، في اتنين كويسين قوي وبيحبوا بعض وعلاقتهم كويسة قوي، غير لما اقول ده مرات الابن عملت في حماها وفي حماتها وسوت وعملت والكلام ده كله. القصص السلبية السيئة بيبقى فيها حبكة، بيبقى فيها فرصة للإضافات والتحبيش وحتى استخدام الكلام. في دراسة من الدراسات وجدت حاجة لطيفة قوي، ان احنا لما بنيجي نصف شيء سيء بنستخدم 3 أضعاف عدد الكلمات اللي بنستخدمها لما نيجي نصف شيء جيد. انت عامل ايه النهاردة؟ الحمد لله انا كويس. انت عامل ايه النهاردة؟ النهاردة يوم أومليت، يوم ملوش ملامح، يوم في كذا وفي كذا وحصل كذا وحصل كذا فبنستخدم كلمات اكتر لما بنيجي نصف الاحداث السيئة او القصص السيئة، ويبقى فيها حبكة ويبقى فيها دراما. لكن القصص الجميلة الحلوة لا فيها حبكة ولا فيها دراما وما بتنتشرش. فخدوا بالكم من القصص اللي بنسمعها من الآخرين اللي بتركز على عداوة السيدات لبعض. السبب الثامن هو جهلنا بأنفسنا. زي ما إحساسنا بجوانب الضعف وجوانب القصور وعقد النقص كانت سبب في هذه العداوة اللي بيننا وبين السيدات الأخريات، كمان جهلنا
بنقاط القوة والمميزات اللي بتميزنا برضو بتدفعنا لهذه العداوة، لأن احنا عادة بنركز على اللي ناقص مش اللي موجود، دايما بنركز على الحاجات السلبية مش الحاجات الإيجابية، دايما بنركز على ما ينقصني مش الحاجات اللي أنا بمتلكها اللي بتخليني أنجح وبتميزني عن الآخرين. فلما تيجي سيدة وفيها بعض المميزات وأبتدي أنا أحس بضعف الثقة في نفسي وزعزعة الثقة في نفسي، وأبتدي أفكر في كل ما ينقصني وجوانب الضعف اللي في شخصيتي، أروح بقى أفكر في الأمور الكويسة، في نقاط القوة اللي عندي، في مميزاتي، في مواهبي، في المهارات اللي أنا بمتلكها، وهي دي اللي أبني عليها. وده بيبقى محتاج مننا تدريب إن إحنا نفهم أنفسنا ونعرف أنفسنا ونركز على جوانب القوة اللي عندنا. وده مهارة، إن إحنا نفكر في أنفسنا بإيجابية، دي مهارة، ومدام مهارة محتاجين نتعلمها. لو ما لقيناش حوالينا اللي يساعدونا ان احنا نتعلم هذه المهارة هنكبر من غير ما نتعلمها، وبالتالي كل ما سيدة تلاقي نفسها في مكان محاطة بسيدات اخريات تبتدي تركز على جوانب الضعف واللي ناقص وتطلع عقد النقص، بدل ما تركز على جوانب القوة وما يميزها مقارنة بالاخريات. السبب التاسع هو البروتوكولات الخفية للجماعة. أي مجتمع مصغر، يعني مثلا إدارة معينة في الشركة، ده مجتمع مصغر. وحدة صغيرة في العائلة، فرع صغير في العائلة، ده مجتمع مصغر. كل جماعة من الجماعات دي، كل مجتمع مصغر من المجتمعات دي، في بروتوكولات خفية للتعامل يمكن ما بتبقاش منطوقة، ما بتبقاش مكتوبة، احنا مش كاتبين لايحة ومعلقينها على الحيطة عشان نقول الأسرة دي بتتعامل مع بعض ازاي. هذه الكائن الدخيل، السيدة اللي جاية على هذا المجتمع المصغر، ما بتبقاش لسه فاهمة وعارفة البروتوكولات الخفية في التعامل، وتبتدي بقى تصطدم بالقواعد الغير مكتوبة والغير منطوقة في التعامل بين النساء والسيدات مع بعض. يمكن أنا شفتها أكتر من مرة ودخلت في هذه المشكلة أكتر من مرة، لأن أنا لما بدخل في أي مجتمع بكون أنا ما بتغيرش عشان حد، لكن في مواقف معينة كان لازم أغير من أسلوبي وكان لازم أغير من طريقة كلامي لغاية أما ابتدي أفهم إيه اللي بيحدث في المكان. ويمكن كنت يعني بشتغل في مشروع استشاري، ومشروع الاستشاري ده في مجال الرعاية الصحية، ومجال الرعاية الصحية مليء طبعا بالممرضات والدكتورهات، وعادة المناصب الإدارية السيدات لما بتلاقي لنفسها فرصة تمسك مناصب إدارية بتروح علشان تعمل اللي هو life work balance، ويعني إيه وما تروحش بقى في النبطشيات والعناية بالعيانين والكلام ده كله. فلما دخلت هذا المجتمع المصغر اتعاملت معاه زي ما أنا متعودة في شركتي الأم أو في الإدارة اللي أنا تابعة ليها، ومديتش لنفسي الفرصة الكافية في الأول إني أفهم ديناميكية العلاقة وأفهم هذه البروتوكولات الخفية اللي بين الناس وبعضها وما بين السيدات وبعضها. فطبعاً ما غيرتش أسلوبي في الأول لغاية ما قعدت معايا المديرة، وكمان خلت كونسلتنت تانية كانت اشتغلت معاهم في مشروع قبل كده تقعد معايا وتقول لي على ايه اللي بيحصل في هذا المجتمع المصغر. فأحيانا لما بنستعجل
في ان احنا نظهر انفسنا وشخصيتنا، خصوصا لو احنا رايحين مثلا في شغل عايزين نثبت نفسنا بسرعة، لان احنا قدامنا يعني شهور معدودة عشان نثبت هل احنا عندنا الكفاءة ولا لا. فنبتدي ان احنا نتكلم اكتر ما نسمع. انا بنصح ان احنا لا نكيب لو بروفايل، ننزل شوية من الستاندرز بتاعتنا ونشوف ايه اللي بيتم، ونلاحظ اكتر ما نبتدي نتكلم، ونشوف ديناميكية القوة، مين اللي عنده القوة الناعمة اللي من تحت لتحت، مين اللي بينقل الكلام، مين اللي بيعمل كذا، مين اللي بيعمل كذا، علشان نبتدي نفهم هذه البروتوكولات الخفية. ليه بقى؟ لان احنا لو ما فهمناش هذه البروتوكولات الخفية هنكون عرضة للسبب الأخير رقم 10 في العداوة والغيرة والكراهية النسائية. السبب العاشر والأخير اللي هتكلم عنه النهاردة هو الخوف من النبذ. يعني إيه؟ زي ما تكلمت في السبب التاسع عن البروتوكولات الخفية للمجتمع المصغر اللي إحنا فيه، اللي مش هيتوافق مع هذه البروتوكولات هيلفظ وينبذ من الجماعة. ودي يمكن بنلاقيها حتى بين الأطفال، ييجوا على طفل معين ويتنمروا عليه ويمنعوه ان هو يشترك معاهم، يمنعوه ان هو يضحك معاهم، يلعب معاهم، ياكل حتى أكله معاهم. وتبص تلاقي في كل فصل في مجموعة من الأطفال، أو هذا الطفل اللي عيني منزوي في ناحية من الكورنر من الكورنرز، محدش عايز يلعب معاه. ليه؟ لأن ما شافش هذا البروتوكول الخفي وبقى عرضة للنبذ. الحاجة التانية بقى الأخطر، إن أحيانا تبتدي العداوة بين اتنين من السيدات، والأخريات ينضموا يسندوا هذه السيدة المعادية. ليه؟ برضو خوفا من النبذ والطرد. عشان أنا لو سندتك انت جديدة، انا لو سندتك، انا لو قلت كلمة الحق، انا لو وقفت معاكي هخسر موقعي في الهرم اللي موجود في هذا المكان. وهنا نرجع لسبب قديم اللي هو طلب المنفعة ودرء المضرة. انا كده هنضر، انا لو سندتك هنضر، انا لو سندتك هتعرض للمخاطرة، هفقد اللي انا حصلت عليه. فيبقى الحل ايه؟ أسيبك بقى تحاربي لوحدك. دول العشر أسباب اللي أنا توصلت إليهم، اللي بتكون وراء هذه العداوة بين السيدات وبعض. في فيديو مقبل إن شاء الله هنتكلم على إزاي نعالج هذه الأسباب واحدة واحدة، وكمان هقول لكم على دراسة طريفة جدا جدا لأهم الخصائص اللي موجودة في السيدة اللي بتجتذب عداوة سيدات كتير. أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.